مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي الانطلاقة لشوطنا الرابع، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه رابع أشواط أمسية هذه الليلة، أمسية لقايا أصحاب السمو الشيوخ هنا بالتميز في هذا المساء على أرضية هذا الميدان، رابع الأشواط للقايا القعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، نسير على الصدارة، نسير على المقدمة وعلى المركز الأول، الحاصل على الصدارة وعلى المقدمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي في تضمير من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول، الكوبي في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الراجم، من يأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، هناك التسلل في هذه اللحظات من مقصص لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي، وعلى المركز الرابع هنا يأتينا مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة، من ينطلق على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بالعرض الحميري والشجاع، من يأتينا بهذه الانطلاقة السادسة من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي، وعلى المركز السابع مشعل في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد وبرهوم قادم هنا ثامنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، والشبل في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، ومزعل من ياتينا على المركز العاشر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميره. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى مقصص على الصدارة وعلى المركز الأول وعلى رأس حربة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي، الحاصل من يأتي على ثاني المراكز وهو حاصل على ثاني المراكز في هذه اللحظات لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بقيادة سالم بن عامر المدهوشي، وهنا الكوبي القادم أيضا بكل قوة على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ومهيض من يأتينا رابعا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة والشجاع، على المركز الخامس من هجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي، وهناك برهوم القادم من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز السابع يأتي الشبل على سابع المراكز وشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وهنا يأتي الذيب على المركز الثامن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع المتمرس عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وعلى المركز التاسع هناك من يتواجد مشعل لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع الخطيرة أحمد بن سلطان بن رشيد، وكذلك مزعل من الجانب الآخر سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم أيضا مع أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير، ولكن أرى التدخل من الخفيف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي، وأعود إلى صدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول، إلى التغييرات التي تطرو وتجرو على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الحاصل من حصل على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي في تضميره، هنا المدهش يتواجد مع الحاصل
الحاصل، أرى هناك برهوم قادم للمنافسة، قادم لانتزاع الصدارة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهنا الكوبي على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والشجاع قادم على المركز الرابع من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. وهنا القادمات أمقصص والسبل لسمو وشق عمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم بقيادة المحنق سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، والوصول من مزعل لسمو وشق عمدان بن راهل بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في تضمير مزعل في هذه الانطلاقة. ولكن أعود مع الكيلومتر الأخير، أعود إلى الصدارة، إلى مقدمة، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق وإلى التحدي. هناك ومقصص أو برهوم على الصدارة، برهوم على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، برهوم من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. والقادم هنا ويتسلل الشجاع، الشجاع من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، والكوبي من الجانب الآخر، الكوبي الكوبي من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ما شاء الله، انطلق الكوبي، انطلق الكوبي على الصدارة، انطلق الكوبي على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، الكوبي 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 على الصدارة وعلى المقدمة لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق. هنا أيضا من ينتزع النقطة الرابعة في مساء هذا اليوم، تهانينا تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مالك العاصفة وهجنها على فوز الكوبي بالمركز الأول. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز، معلن الناموس. المركز الثاني الشجاع لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما المركز الثالث مزعل لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع الخطير. المركز الرابع من هجن العاصفة، هنا برهومة في المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وسادسا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، كذلك سابعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، ثامنا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. 7:44، أربعة من الأجزاء من الثانية والتوقيت الزمني الذي سجله الكوبي. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني كان الشجاع من هجن الرئاسة ايضا من سجل 7:45 ثمانية اجزاء من الثانية. تهانينا لسيد عيسى بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما ثالث المراكز كان مزعل سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة احمد بن سلطان بن رشيد، وسجل توقيتا زمني مقداره 7:49 ثمانية من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.